السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مميرسا ايسكا في yang kami الحمد لله رب العالمين Pada kesempatan ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau Syekh Usai Sami Jabr dari Gaza, Palestina. Beliau adalah imam dan khatib di sejumlah masjid di Gaza. Kemudian beliau adalah seorang qari, beliau adalah seorang munshid dan juga beliau adalah Ustadz tahfidzul Quran di Gaza Palestina dan saat ini beliau uh, berstatus sebagai mahasiswa kedokteran dan diploma bahasa Inggris. Alhamdulillah Rabbil Alamin hadir ke Indonesia melalui Yayasan Nur Al-Aqsa Indonesia Ponogiri Jawa Tengah dan alhamdulillah pada kesempatan ini uh, sempat mampir ke Pondok uh, Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Abbas dan pada saat ini bisa uh, menemui bisa berhadapan dengan para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, serta seluruh sahabat Ibasca TV. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu tema tentang eh, perjuangan Palestina tentunya. Dan secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh nasyid ya, dalam menumbuhkan semangat, menumbuhkan ruh perjuangan bagi para mujahid-mujahid yang ada di Palestina uh, Dengan kapasitas beliau sebagai seorang munshid Banyak nasyid-nasyid yang uh, sudah beliau lantunkan ya. Dan kemudian memberikan pengaruh yang besar Untuk menumbuhkan dan menjaga spirit Tentang perjuangan di Al-Aqsa Palestina Baik langsung kita sapa beliau Assalamualaikum Syekhana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Arif nana انتم واسمكم وموردكم وما يتعلق بكم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقينا بها من الذنوب والخطايا يا رب العالمين بداية أخوكم في الله صي سامي عبد الفتاح جور من فلسطين من غزة العزة عمري اثنان وعشرون سنة أنا موليد 19 أربع ألفين يعني تحديدا طالب أط... يعني تخصص طب بشري في السنة الخامسة قبل الأخيرة بقي لدي في أي لسا... بقي جامعة الأزهري بغزة وفي الأصل أنا بجامعة القدس أبو ديس في القدس لكن فرعها في غزة جامعة الأزهر أما شهادتي تخرج من القدس من أبو ديس أنت تعرف بسبب الحدود وصعوبه السفر الى القدس فندرس في غزه من عائله مسلمه من غزه وهذا كل شيء طيب beliau berasal dari gaza saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa kedokteran mau sana terakhir ya tahun terakhir sebelum terakhir sebetulnya beliau di universitas al azhari gaza dan sebetulnya شهدانة داري نفرستس القدس في غزة طيب آه يا شيخنا كيف آه الوضع الحالي في غزة حدث لنا حتى نعرف كيف أحوال إخواتنا في غزة بارك الله فيكم آه صراحة وضع أهل غزة أو أهل فلسطين عامة وبالخصوص على وجه التحديد أهل غزة كما تعلمون فالحصار جائر من من قبل الاحتلال الصهيوني وما يمارسه من عدوان وحروب كما شهدنا قبل سنتين حرب حرب سيف القدس الذي قام بها او عدوان دعنا نقول عدوان لانهم جيش هذا العدوان الظالم على غزه قبل رمضان السابق وسقط فيه كثير من الشهداء ونسال الله عز وجل ان يتقبلهم في عليين ان شاء الله ونجمعنا بهم في الجنان والكثير من الجرحى والكثير من الابراج والبيوت السكنيه المدمره التي ما زالت الى يومنا هذا مدمره واناس مشردون في خيمات وفي وفي بيوت صغيره تكاد ان تاويهم حسن الماوى. أه تعلمون ايضا أه الوضع المادي والوضع المادي الصعب فغزه أه يعني الفقر أه عاث فيها. وأيضا الوضع الصحي كما تعلمون بسبب مخلفات هذه مخلفات هذا العدوان الغاشم وما يتخلفه من من بسبب صواريخ الاحتلال وطائراته فهذا يعني وضع غزه لكن هذا على وجه أما الوجه الآخر فغزه هي هي نبراس هذه الأمه غزه رغم هذا رغم الدمار ورغم الفقر ورغم صعوبه المعيشه ورغم ما نعانيه من حصار وتجويع وتشريد وقتل وتعذيب والزنانات والطائرات فوق رؤوسنا على مدار 24 ساعه على مدار 24 ساعه لا تقف لا تمل لا تمل ابدا من ان يزعجوننا وهذا تخويف للصغار والنساء فكما قلت الوجه الآخر لغزة هو, هو وجه ما شاء الله وجه حسن نبراس هذه الأمة فغزة هي وقود وقود وبوصلة هذه الأمة نحو القضية التي هي قضية الشعب المسلم، قضية جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، قضية المسجد الأقصى وأقصانا والقضية الفلسطينية، هي ليست فقط لأهل غزة ولا وليست فقط لأهل فلسطين بل لجميع الناس فهي أرض وقف لكل مسلم مصري، جزائري، مغربي، إندونيسي، ماليزي، أيا ان كان من جميع البلدان فهي من واجبهم الدفاع ونصرة هذا الشعب ونصرة هذه القضية بكل ما يملكونه من من وسائل يتقربون بها الله بأن يدعمون هذا الشعب وهذه القضية لأنها كما قلت كما قلت سابقا للتو أنها قضية المسلمين كافة فغزة غزة غزة هي أهل غزة هي غزة المجاهدين غزة أهل القرآن بالسنة الماضية في السنة الماضية عام 2022 خلينا السنة الماضية بعد الكلام آه تمام تفضل تفضل طيب apa yang beliau sampaikan tadi saya tanyakan bagaimana kondisi غزة terkini beliau menyatakan bahwa masih dalam pengepungan dan sebelum 2 tahun ada penyerangan yang dahsyat غزة yang dikenal dengan nama perang Saiful Quds di mana Gaza diserang sebelum Ramadan tahun lalu dengan serangan yang luar biasa dari Zionisme Israel dan e, di satu sisi tidak pernah berhenti e, perang apa namanya pesawat tempur yang terbang di langit kota Gaza yang memuntahkan peluru memuntahkan apa namanya senjata-senjata nuklir untuk pasukan yang ada, untuk e, masyarakat yang ada di Gaza? Akibatnya, dari sisi yang lain, dari sisi material, misalnya rumah-rumah yang hancur masih tetap hancur dan belum bisa dipulihkan seperti sedia kala. Kesulitan ekonomi itu yang terjadi sehari-hari di Gaza dan terasa betapa hidup yang sangat sulit yang mereka alami di sana, belum lagi dari segi... Kesehatan, kesehatan ini juga sangat buruk karena akibat dari uh, akibat dari pengepungan, akibat dari serangan, akibat dari uh, tidak henti-hentinya tekanan yang diberikan oleh Zionis Israel sehingga membuat Gaza sangat tersiksa. Tetapi di sisi yang lain, Gaza adalah Gaza. Gaza adalah cerminan dari keteguhan sikap. Cerminan dari kekuatan uh, jiwa yang mereka tetap teguh untuk tegar menghadapi musuh dalam uh, bentuk apapun tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Penduduk Gaza hingga saat ini tetap menjadi orang-orang uh, yang berada di garda, garda terdepan yang memimpin kaum Muslimin di seluruh dunia membela masalahnya yang paling utama, yaitu masalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, sekali lagi, bukan hanya persoalan rakyat Palestina. Tidak peduli dari Jazair, dari Mesir, dari Indonesia, dari Malaysia, semua memiliki semuanya bertanggung jawab tentang persoalan Palestina ini. Dan hingga saat ini, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, mereka masih tetap menjadi pionir, menjadi orang-orang yang terdepan memimpin.

يوم كامل حتى أذان المغرب بمعدل ألف قارئ قرآن أو ألف حافظ يسمعون القرآن الكريم على جلسة واحدة ومثبتين ما شاء الله فهذه غزة مصنع الرجال مصنع الرجال الصابرين المحتسبين لعدوهم قاهرين فهي مصنع هؤلاء الرجال طبعا والكثير من المشاريع صراحة تصل يصل نورها إلى وظلها إلى هذا العالم فدار القرآن الكريم والسنة لدينا في غزة المقرأة المقرأة القرآنية المقرأة الإلكترونية كما تعلم يمكن سمعت بهذا المقرأة الإلكترونية تضم عدة مشايخ وحافظين ومسندين بقراءات عشر وبأحكام يعلمون ويدرسون القرآن الكريم بأحكامه وتفسيره وباسانيده وبقراءاته العشر والمختلفه الى الى نحو ما يزيد عن 100 دولة حول العالم، أوه. هذه غزة التي مساحتها 306 360 كيلو مربع، هذه غزة الذي التي تعلم العالم، التي تعلم جميع الناس في كل سنة تضرب 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 حسنا حسنا تضرب حسن أثر وتوصل رسالات عظيمة بعون الله وفضله وفتحه ونصره وبركته وهداه إلى هذا العالم. الله كم كم دولة؟ ما يزيد عن مئة دولة ما يزيد hey, عن مئة دولة ما شاء الله إنه لغزة بانيك كأجيبان ليو تريتا تهون لالو أدى أبلقصانة عن مقرأة دي دار القرآن والسنة دي غزة داري أذن فجر سامبي مغرب Itu diikuti oleh seribu penghafal Al-Quran, seribu pembaca Al-Quran yang mereka menghatamkan hafalan Al-Qurannya sehari penuh dari pagi sampai sore. Inilah Gaza yang dalam kondisi sulit, ada tempat di Gaza itu, ada semacam uh, studio atau tempat membaca Al-Quran yang di sana terdiri dari para masyaih dengan sanat yang bersambung kepada Rasulullah dengan berbagai macam kiraatnya sampai kiraat asyrah yang mengajarkan Al-Quran dari Gaza dari tempat mereka ke lebih dari 1100 negara di dunia. Padahal luasnya Gaza itu hanya sekitar 360 km persegi. Tetapi, ya, tetapi داري قطائيني، يتمركا مانها جار صغرو الدنيا، مانها جار كان كبار امريكا، تنطا القران فهذه غزه، يعني الكلام عن غزه يطول وكثير، فيعني لا صراحه ليس لاني من غزه وليس لاني فلسطيني. لكن الكلام عن غزه يطول، فيعني هي يعني يعني دعني ابين حقيقه مهمه وهي يعني أن الموت يلحق بكل إنسان لا ينجو أحد من ذلك م. فليست العبرة أن يموت إذا لكن الكل سيذوق ويتجرع سكرات هذا الموت م. لا خيار لنا في ذلك م. إنما العبرة في أمر آخر هي كيف أن نموت م. أن يختار الإنسان طريقته وطريقة وطريقة بإرادته هو أن يموت على خير وبر وطاعة م. وخير هذا الشهادة الشهادة في سبيل الله عز وجل إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بشهادة على أرض بيت المقدس وإن شاء الله مقدسي وإن شاء الله يعني ربنا عز وجل يتقبل من جميع الداعمين والمناصرين لهذه القضية ولهذا الشعب من جميع أنحاء العالم حتى وإن لم يموت ويستشهد في غزة فإن إن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم شهادة بصدق نيتهم إن شاء الله عز وجل Kalau mau cerita tentang Gaza, ini akan sangat panjang. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang bisa saya ungkapkan, bukan karena saya orang Gaza atau karena saya orang Palestina dalam membanggakan negeri saya, tapi memang itulah kenyataannya. Satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan, bahwa terkait dengan kematian yang terasa begitu dekat kepada kami di Gaza, bahwa bukan soal mati, mati itu dapat datang kepada siapa saja. Tapi persoalan bagaimana kita mati, dan dalam hal ini syahadah, menjadi mendapatkan syahid, itu menjadi uh, kemuliaan tertinggi dari setiap manusia, mendapatkan karunia syahadah, menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa semoga para uh, relawan, orang-orang yang membantu Gaza, orang-orang baik yang memberikan perhatian kepada Gaza. هم أيضًا يساعدون على الحصول على نعمة الشاهد حيث لا يجب عليهم أن يتركوا في غزة بمساعدتهم التي أعطوها وأختم عن هذا الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس فرسالة الأخيرة و... وكلام الأخير عن غزة إن المجاهدين وإن أهل غزة نساء إن أهل غزة نساءها وكبارها وشبابها وصغارها وكل ما فيها في غزة يدافعون عن, عن الأمة ليس فقط عن فلسطين وليس فقط عن غزة يدافعون عن عن الأمة أجمع لو كان لو كانوا عنها يدافعون لكان لهم علينا حق لكنهم درع المسلمين كلهم فيجب علينا أن لا نخذلهم ويجب علينا أن نقف معهم بكل ما نملك بكل ما نملك فلا نبخل بأن تجود أنفسنا بأن تجود أنفسنا وبالتبرع لهم بالدعاء لهم فوالله يا إخوان إن سهام دعائكم لا تصيب إن شاء الله من أندونيسيا من أي مكان الله عز وجل يقول إني قريب إني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والدعاء هو سلاح المؤمن وواجبنا نحن ماذا نفعل بعيدون عن الأقصى وعن غزة أقل قليل أن ندعو له وليس بالقليل إن شاء الله فالدعاء سلاح قوي وبارك الله فيكم طيب <applause> dengan Gaza ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan dalam hadis bahwa akan selalu ada sekelompok umat dalam umatku yang tetap teguh, yang tetap kokoh dalam melawan musuh-musuh mereka sampai datangnya hari kiamat. Para sahabat bertanya di manakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Orang-orang yang ada di Gaza bukan hanya membela tanah air mereka, tetapi sesungguhnya mereka membela kehormatan kaum Muslimin. Mereka membela nama baik kaum Muslimin, membela kemuliaan kaum Muslimin. Maka, jangan sia-siakan mereka, jangan hilangkan harapan, jangan sia-siakan harapan mereka. Berikan mereka bantu mereka dengan harta atau minimal dengan doa." Ketahuilah bahwa doa yang kita panjatkan itu akan sampai seperti panah yang akan menusuk langsung ke jantung pertahanan musuh. Ketika kita menyampaikan doa itu, maka doa-doa itu akan ikut bagian dari semangat, bagian dari spirit yang akan mendukung perjuangan mereka yang ada di Palestina. دعني أخبرك شيئا مهما أنا يمكن أطلت في هذا الموضوع لكن إضاءة جميلة تذكرت الآن في غزة في هذه السنوات الكثير من الدول تطلب معلمين من غزة ليذهبوا بعثات إلى الخارج ليدرسوا أبناء الدولة أبناءهم فهذه غزه يا اخوان، غزه فيها عقول ما شاء الله جباره لكن الوسائل منعدمه والموارد وما ما يمارسها الاحتلال والحصار بصعوبه ادخال هذه المواد من المواد الطبيه والمواد التعليميه التي تنفع الاطفال والشباب ليتعلموا في الجامعات وفي المدارس. ففي غزه الاطباء انا طبيب ان شاء الله على محافة يعني على حافه تخرج ان شاء الله. الأطباء في غزة يجرون عمليات جراحية معقدة معقدة لكن بصعوبة بسبب عدم توفر الوسائل والأدوات وكافة الأشياء التي يجب أن تتوفر في هذا المجال إذا فهم لديهم عقول ما شاء الله يخرجون الخارج يبدعون ويأخذون المراكز الأولى و ويعني يتركون اثرا طيبا في هذه الامه وفي هذا العالم لذلك فهي يعني يجب علينا نس يعني ندعو جميع الدول وجميع الشعوب الى دعم اهل غزه ان شاء الله وهذا فيه نفع لنا ولكم وللامه الاسلاميه اجمع يا dengan uh, kondisi yang sulit ini ternyata tidak menghalangi penduduk Gaza untuk berinovasi misalnya dalam hal Uh, para guru-guru Al-Qur'an. Banyak negara-negara muslim yang ada di dunia ini itu minta pengajar-pengajar Al-Qur'an dari Gaza. Yang dalam kondisi sulit seperti itu justru menghasilkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dengan uh, berpikir yang luar biasa. Memang dari segi sarana kami terbatas, tetapi dari sumber daya, sumber daya di Gaza itu sangat hebat, sangat besar. Bahkan kami saya sendiri, para dokter, kata beliau, tak lagi akan lulus. Uh, sangat uh, sulit untuk mendapatkan perlengkapan peralatan obat-obatan yang ada di Gaza, tetapi itu tidak menghalangi para dokter yang ada di sana untuk terus berinovasi, untuk terus memberikan yang terbaik bagi umat ini. Maka, dukungan kita terhadap Gaza itu sesungguhnya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi umat ini dan akan memberikan sekian yang manfaat kepada segenap kaum muslimin dengan keteguhan, dengan ketegaran penduduk Gaza dalam membela perjuangan Palestina yang ada di sana. Kaif ma masir rufi hadha ya Syekhana? Ya kaif kaif samidin, thabitin ala hadha masir? Allah yani hadha bi Allah azza wa jal. إنما هذا بفضل الله عز وجل وإن هذا لشرف للمؤمن بأن يحمله الله عز وجل هذه هذه هذا الحمل وهذا هذه الامانه اعلم ان كثيرا من الناس حول فلسطين وحول العالم لو لم يكونوا بجنسياتهم لارادوا ان يكونوا فلسطينيون لأرادوا ان يكون من اهل فلسطين هكذا سمعت باذني انا رايت احد احدهم يقول لي والله يا شيخ اريد ان اذهب الى فلسطين وان لا ارجع الى بلدي وجلس يبكي قلت له ان شاء الله يعني ربنا يعني يجازيك بصدق نيتك وياخذ بيدك ان شاء الله وان شاء الله يعني تشرفنا في القدس ان شاء الله وفي فلسطين مهللين مكبرين فاتحين اباحات المسجد الاقصى ان شاء الله. فهذا كل فضل الله عز وجل. يكمن السر وهو ليس بالسر العجيب انما مفعوله عظيم وقد اخبرنا القران عنه في الا وهو القران الكريم. فكما أخبرتك غزة غزة مكتوب على ابوابها، غزة عندما في الطائرة تكون طبعا احنا صعب نسافر بالطائرات صعب يعني ليس بالامر السهل السفر، لكن غزة من خارجها هالة على سمائها مكتوب عليها اهل القران مكتوب عليها بلد القران الكريم فغزة في كل مسجد لا يعني قلّما تجد سطر أو سطرين حافظين حفاظ كتاب الله عز وجل يردونك إن, إن نسيت بعض من الآيات لا تجد بيتا تفوت كل بيت إلا ما تجد فيه حافظا ما لا يقل عن حافظ أو حافظان لكتاب الله عز وجل فهذه غزة السر هنا في القرآن الكريم الله عز وجل ماذا يقول ماذا يقول في سورة الإسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين "ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا" انظر ان هذا القران يهدي هدايه الله عز وجل يهدي للتي هي اقوم لسداد الراي وصوابه ولعظيم الامور و أهل القرآن الله لا يكلفهم بهمات بسيطة سهلة يسيرة إنما هم حاملوا إنما هم حاملوا شرف هذه الأمة وثقلها لذلك أدعو الجميع أن أن تسأل الله عز وجل أن تكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم إن شاء الله اللهم آمين وأيضا يا شيخ من الأمور أيضا التي ساعدت أهل غزة أو من الله على أهل غزة بها هي أنا لست بصدد أن أن أتحدث عن الجهاد صراحة لكن هو يعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم لم يترك الجهاد. فالجهاد هو شرفنا، هو قوتنا، هو هو يعني فريضة فرض علينا لندحر المحتلين الظالمين من على هذه من على هذا الكوكب، من على هذا العالم. لذلك قرآن كريم، جهاد، الصدق الصبر الصبر لانها انها لعباده عظيمه يتقرب بها الله عز وجل فلذلك ان شاء الله نكون من الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين فنسال الله عز وجل ان نكون من الصابرين يا رب يا رب يا رب Jadi sebetulnya apa rahasia yang membuat orang-orang Gaza begitu kuat begitu tegar, begitu tabah ya dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang silih berganti dan tidak pernah habis-habisnya di sana. Beliau menjawab, "Ini merupakan kemuliaan bagi kami dari Allah Subhanahu wa taala." Dan dengan kemuliaan ini, banyak orang-orang yang non Palestina, teman-teman saya ingin menjadi orang Palestina karena ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang Palestina dengan perjuangan yang ada. Tetapi kemudian kalau kita gali lebih lanjut, rahasia sesungguhnya adalah Al-Quran. Kalau kita lihat dari angkasa, maka seakan-akan di bumi Palestina itu tertulis bumi Al-Quran, bumi para penghafal Al-Quran. Itulah Gaza yang tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun rumah kecuali ada para penghafal Al-Quran, ada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menjaga Kitabullah dengan e, tilawah mereka, dengan hafalan mereka. Begitu pula e, Al-Quran inilah yang menjadi ruh, sebagaimana yang disebutkan di surat Al isra yang beliau bacakan tadi, inna hadal ya lil bahwa Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Artinya tidak ada lagi kekuatan setelah kekuatan Al-Qur'an ini. Kemudian yang kedua adalah jihad. Beliau menerangkan tadi bahwa jihad ini adalah kemuliaan, adalah pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Melalui jihad diajarkan tentang kejujuran, diajarkan tentang kebenaran niat, diajarkan tentang kesabaran diajarkan tentang keteguhan banyak hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan keutamaan keutamaan itu melalui satu perintah yaitu perintah untuk berjihad dan inilah kemudian yang membuat orang-orang Gaza tetap bertahan hingga saat ini karena Al-Quran dan karena ada semangat jihad di dalam hati mereka. Tapi ya Syekhana, كيف hmm. ba'thu ruhil jihad inda ahli razah يعني حتى يعني نتكلم عن الجهاد نتكلم عن كثير من الكلام يعني ولكن كيف يكون هذا هذا الوصيه او هذا الكلام عن الجهاد يكون ينزل مباشره الى القلب أه. ويكون مباشره الى العمل اها هو يا شيخ المساله هي مساله صدق نيه مع الله عز وجل وفهم وفهم لماذا لماذا نجاهد؟ وفهم ما الغاية من ذلك؟ وفهم وهي وأيضاً فهم وتحقيق الشعور شعور بعظم هذه القضية وأنه هي الفكرة في أن نشعر بأننا مسؤولون، كل شخص في هذه الدنيا مسؤول، أنا مسؤول عن نفسي، عن جوارحي، فستشهد علي يوم القيامة بذلك. فأنك مسؤول وأنك مكلف بقضية، قضيتك وقضية العالم أيضا، قضية المسلمين كما قلنا، وأنك مسلم وأن هذا الأجر تستشعر عظم الأجر والثواب في الآخرة، عظم أجر الشهيد، عظم أجر الشهادة. يعني ان شاء الله ربنا عز وجل يبلغنا اللهم بلغنا منزله الشهداء ان شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء اللهم امين. فهي صدق النيه وفهم المعنى من ذلك والشعور وكتاب الله عز وجل الله يبعث في نفوس اوليائه وعباده الصالحين المتقين المحتسبين الصابرين المجاهدين الصبر، نحن نعلم الانسان جبل على حب الدنيا الانسان يخاء الموت يعني مصيبه كبيره، القرآن اخبر عن ذلك. الانسان يحب الحياه لا بأس يعني حتى القرآن قال لنا لا بأس حب الحياه وانبسط لكن الغايه ليست، الدنيا دار ممر والاخره هي دار البقاء وهي دار الجزاء والحساب. فما اجمل ان يحاسبنا الله عز وجل بحساب الشهداء. يدخلون الجنه بلا سابق حساب ولا عذاب ان شاء الله بإذن الله عز وجل. Tadi saya tanyakan kepada beliau, bagaimana bisa menginstal roh jihad ini ke dalam hati, bicara tentang jihad, bicara tentang mati, bicara tentang perjuangan ini butuh banyak kata-kata untuk mengungkapkan, tapi bagaimana agar jihad itu lebih cepat masuk, masuk ke dalam relung hati, lalu kemudian mewujud dalam amal perbuatan. Beliau menyatakan bahwa ini terkait dengan sidukun niyah. Kejujuran niat kita ingin mendapatkan syahid, ingin mendapatkan uh, karunia sebagai seorang syuhada. Kemudian, yang kedua, menghadirkan kemuliaan syahadah itu, kemuliaan menjadi seorang syahid itu, dan kita bermohon kepada Allah untuk sampai ke manzilah itu, ke sampai ke level itu. Allah bangkitkan bersama orang-orang Siddiqin, wa salihin Berikutnya juga merasakan tanggung jawab ada rasa tanggung jawab di dalam hati bahwa kita ini memiliki uh, tanggung jawab yang besar kepada alam semesta kepada dunia kepada seluruh kaum muslimin tentang diri kita tentang permasalahan kita tentang al aqsa kita tentang dunia islam kita yang mesti kita perjuangkan rasa bertanggung jawab ini seharusnya yang kita tumbuhkan di dalam hati bahwa kelak allah akan bertanya kepada kita tentang semua hal yang menjadi uh, permasalahan kita tentang diri kita Tentang umat kita Tentang permasalahan Palestina ini Maka tiga hal Yang kemudian bagaimana menginstal ruhul jihad ke dalam hati Yang pertama sidukun Yang kedua uh, Merasakan nikmatnya Atau mengetahui dan merasakan nikmatnya sebagai syahid Di jalan Allah Dan yang ketiga perasaan bertanggung jawab bahwa kita punya tanggung jawab di depan setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tapi ya karena ada kul fi al-bahth al-kalam an al-nashit ya Sheikh. Ana qara'atu kathiran wa hafidh ba'dha an anshudat Palestina. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما 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 آه هذا منها وايضا <applause> سوف نبقى هنا اها آه الالم هكذا آه يعني آه طيب آه آه ما ما مدى اثر هذا الانشوده وهذا النشيد في نفوس الفلسطينيين لبعث روح الجهاد آه عندهم إيه تعلم يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعني على الدف يدقون على الدف لشحذ الهمم وشحذ النفوس إلى كثير من الأشياء ومن ضمنها الجهاد كثير من الأشياء فالنشيد والكلام المؤثر النشيد يعني المؤثرة وليس النشيد غير النشيد المؤثرة لها وقع في النفس لها وقع في النفس لكن اعلم يا أخواني نعلم جيدا أن الـ الـ الوقع والأثر الكبير الذي يتركه هو القران اعظم ما يترك من اثر، شحذ جميع النفوس، لكن لا باس بالاناشيد، جميل جدا، فالاناشيد حتى تحقق معنى معين تعمل تنشئ كلمات في مجال معين وتنشئ انشوده بلحن ثوري، بلحن روحاني، بلحن يذكرك بالاخره، لحن يذكرك بالجنان، يذكرك بالشهاده، يذكرك باخوانك المسلمين، يذكرك بجمال الحياه، لا باس، يعني كل هذا Halal علينا وهذا جميل أصلا فالنشيد كما قلت يبعث ويشحذ الهمم إلى كثير من الأمور ومن ضمنها الجهاد طيب tadi saya menyatakan menanyakan tentang pengaruh nasyid ya pengaruh nasyid dalam perjuangan kita tahu bahwa banyak sekali nasyid-nasyid Palestina, dan itu menumbuhkan ya menumbuhkan semangat perjuangan kata beliau ya Memang sejak zaman Rasulullah seperti itu. Para sahabat memukul rebana ya sambil bernasyid untuk membangkitkan ruh perjuangan. Betul, al quranlah yang paling besar memberikan pengaruhnya. Tetapi itu tidak menghalangi, juga tidak ada masalah dengan nasyid-nasyid tentang akhirat. Nasyid-nasyid tentang perjuangan, nasyid-nasyid tentang spiritual yang membangkitkan ruhaniah kita untuk semangat dalam berjuang.

فالنشيد يعني يخيف وينزل على قلب أعداء هذا الإسلام وأعداء هذا الدين ينزل عليهم كما البلاء وكما يعني الذعر والخوف الشديد ما يلقونه بسبب النشيد فالكلمة الكلمة لها أثر والكلمة لها أثر فلا نبخل أن النشيد جميل والدعاء جميل وكل كلمة تصدق النية بالله عز وجل أن تكون هذه الكلمة لأجل شيء ترجو تحقيقه فإن شاء الله لا بأس Insyaallah ربنا ياخذ بيدك بهاء بلسانك بهذه كلمه ويكون لها اثرها ومفعولها شاء الله. Kemudian ada kata-kata uh, Rasulullah itu ya, nusirtu birru bi masirat ashhar. Saya itu ditolong dengan rasa takut yang hinggap di hati musuh uh, sebulan sebelum pasukan kami datang. Jadi sebelum pasukan Rasulullah datang itu musuh itu sudah ketakutan. Nah Salah satu yang bisa membuat rasa takut itu adalah kata-kata. Kata-kata yang memberikan pengaruh kuat dalam jiwa. Kata-kata itu bisa berupa nasyid, kata-kata itu bisa berupa uh, doa, kata-kata itu bisa berupa motivasi yang tinggi sehingga kemudian kata-kata seperti ini memberikan pengaruh yang sangat kuat di dalam hati orang yang mendengarkannya. Wa tadzakkar tu ya syekhana mithlu nasyid اضرب صاروخ القسام اضرب وجه العدا هكذا يعني اها ما شاء الله تنشد لنا بعض ننشد ان شاء الله ننشد <applause> نبدا ب مثلا نقول هنا كنا وما هنا وما تاهت مساعينا وما زلنا مع نرنو إلى أسماء أمانينا هنا كنا هنا كنا وما تاهت مساعينا وما زلنا مع نرنو إلى أسماء أمانينا لنا حق فلسطين رسالتنا إلى العالم لنا حق فلسطين رسالتنا إلى العالم سنحمله سنحمله بفضل رسولنا الخاتم وغزة آخر الأسوار شامخة بمن فيها وغزة آخر الأسوار شامخة بمن فيها تحاصر من يحاصرها وتقهر من يعاديها سلاحها هو البقاء وبقاؤها هو أن تقاوم، أقرب لهم نجم السماء من أن تهادن أو تساوم، سلاحها هو البقاء، وبقاؤها هو أن تقاوم، أقرب لهم نجم السماء من أن تهادن أو تساوم. هنا كنا وما هنا وما تاهت مساعينا وما زلنا معا نرنو إلى أسماء أمانينا ما شاء الله جميل أيضا نقول يعني أنا أترجم شوية آه. al Kalimat kalimat Qawiyah masya Allah. Mungkin tukul kalimat kalimat atau oh, terjemuhah. Di sinilah kami. Wa ma hunna, Dan apa yang ada di sini? Ma Dan apa yang ada dalam perjuangan kami? Wa ma zilna, Dan kami tetap bersama mereka yang terus Ilah asma amanina. sampai akhirnya kami mencapai tujuan kami yang tertinggi sesungguhnya kami Orang Palestina memiliki tanggung jawab Misi kami untuk seluruh dunia Lana kami punya tanggung jawab sebagai seorang Palestina Risalatuna ilal alam. Bahwa misi kami adalah untuk seluruh dunia Sanah miluhu, miluhu Kami akan membawanya Kami akan menyempurnakannya Dengan keutamaan dari Rasulullah yang mulia Masya Allah Akhirul aswari Ghazah adalah benteng terakhir Syamikhatun biman fiha Kokoh dengan semua orang yang ada di dalamnya Wa ghazatuh akhirul aswari Syamikhatun biman fiha Ghazah adalah benteng terakhir Menjadi kokoh dengan semua mereka yang ada di dalamnya Tuhasiru man yuhasiruha akan mengepung siapa yang berani mengepung mereka. Dan akan melawan siapa yang berani melawan mereka. Senjatanya adalah kemampuan untuk bertahan. Dan kemampuan bertahan dengan melawan yang paling dekat bintang langit kepada mereka Min itu jauh lebih baik daripada kamu harus berlemah bersikap lembek kepada musuh Masya Allah Masya Allah, Masya Allah ini uh, luar biasa uh, apa namanya arti nasyid dari tadi dan akhirnya kita bisa merasakan betapa nasyid itu memberikan ruh perjuangan kalau uh, kita paham apa yang sedang kita baca dan inilah kemudian yang memberikan pengaruh bagi banyak e, pejuang Gaza dengan nasyid-nasyid yang membangkitkan perjuangan seperti itu. Nakul kemana sih dah? huna, huna. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم آه سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم المسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا الدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الالم اه سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف يحلو النغم <applause> <مع <khiến> <مع> الله 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 dengar nasyid ini ya nasyid saufana bukhona kami akan tetap bertahan di sini saufa saufana kami akan tetap bertahan di sini saufa saufa halun dan akan tetap indah segala-galanya di sini dan tadi uh, nasyid yang menunjukkan nasionalisme yang sangat tinggi mautini ini mautini ini maut ini, ini dal ibah Negeriku, negeriku, negeriku yang aku cintai, mau tini ya ana. Bahwa negeriku, wahai diriku, perhatikanlah negeri ini. Rokma ni'am, rokma alam. Ah, betul. Bertapapun banyaknya masalah yang datang dan betapapun kesedihan yang deru menderu menjelang. Saufanarmu, narnu ila rafi'i. Kulil himam. Kali akan terus berjuang untuk menyalakan semangat semangat kami. Narnu ila himam. Bil masiri dengan terus berjalan. Wa Dan menaklukkan segala tempat-tempat yang tinggi. Artinya. Ketika kita paham ya dengan nasyid-nasyid ini kita akan menikmati bahwa ini bukan sekedar nasid-nasid yang tanpa makna yang dilagukan dengan tanpa arti tetapi memiliki ruh perjuangan yang bahkan bisa menghilangkan kesedihan dan membangkitkan semangat begitu kita eh, mendengarnya dan nasid ini memang cara paling cepat untuk memasukkan ruh perjuangan itu ke dalam hati ke dalam eh, jiwa anak-anak kita ketika mengajarkan kepada mereka ruh perjuangan itu melalui nasid-nasid ini طيب يا شيخنا نكمل كمان نشيد؟ <applause> <applause> واحد كمان ان شاء الله كمان نشيد ماذا نقول نقول ماذا نقول؟ آه عن غزه وفلسطين ايضا؟ ايوه 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 وغيرها أيوة أيوة آه أيوة أيوة. آه. أيوة اها آه طب نقول ننشد نشد عن رمضان؟ ايوه, أيوة. رمضان جميل ماشي نقول رمضان يا شهر الجنان سكنتنا وأزلت منا كل الهم من والعناء رمضان يا شهر الجنان سكنتنا وأزلت منا كل هم من والعناء لك الأرواح شوقا والمنى رمضان للجنات يا أحادينا الدموع وسمت بقران وطاب علاها صامت وقامت والدعاء نجواها فاحفظنا يا رحمن يا بارينا Sahfazna ya Rahman ya Masya Allah Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah uh, Demikian beberapa nasyid yang dilagukan oleh beliau, oleh beliau Yang dilantunkan dan ketika kita menikmati lantunan suaranya Lantunan liuk-liuk uh, lagunya kita akan menjadi tambah menikmati lagi ketika paham makna dan kandungan yang berada di antara dalam kandungan lagu tersebut. Maka uh, hingga saat ini juga di Palestina tetap nasyid menjadi salah satu faktor yang membangkitkan ruh perjuangan di kalangan para pejuang. Akhir kalimat ya Syekhana? Akhir kalimat. Yani uh... ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر القران وشهر القربات شهر الذي تتفتح فيه ابواب الجنان وتغلق به ابواب النيران وتصفد الشياطين فهذا ميدان عظيم فهذه وصيه لي ولكم بان نستغل هذه الفرصه فنحن لا نعلم ان كان الله ساحين الى رمضان المقبل لذلك فرمضان فرصه عظيمه هو اعظم الشهور على مر الزمان وهو فرصه تأتي ثلاثين يوم كل سنة فيجب علينا أن نغتنمها وهو ميدان ميدان سهل سهل على الصادق سهل على القائم سهل على الذي يرجو يرجو وجه الله عز وجل ويرجو القرب ويرجو التغيير لذلك فلا بد من وصية أن نخرج من رمضان هذا العام ونحن أشخاص مختلفون عما قبل عما عن الماضي يعني نجلس مع أنفسنا مع أنفسنا ونحاسبها ونضع بعض النقاط التي أريد أن أغي... أتغير فيها أريد أن يغير الله عز وجل أن, يبد... أن يبدل حالي إلى أحسن حال لم أكن أقرأ القرآن فلأقرأ القرآن أجعل لي وردا من القرآن أحفظ القرآن أقرأه بالتفسير طاعة الوالدين بر الوالدين مساعدة أمهاتنا في إعداد الطعام في جلب الكثير من الأشياء للمطبخ لأنهن يقمن بأشياء عظيمة طوال اليوم متعهن الله بالصحة والعافية أيضا أن نتقرب الله عز وجل بالصدقات وإطعام المساكين والفقراء فهذا شهر نتقرب الله عز وجل وأيضا إن كان من وصية أخرى فهي وصية أوصي بها أهل غزة وأهل فلسطين وأهل أندونيسيا الشعب الطيب الكريم المفضال يعني أصحاب القلوب الطيبة الجميلة العلماء القراء جميع هذا الشعب الطيب أسأل الله أن يحفظه هي رسالة أنا جئت من غزة مرورا بمصر مرورا بالدوحة قطر مرورا بجاكرتا مرورا بصولو إلى هنا إلى هذا الأستوديو لأوصل رسالة رسالة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خاصة يبلغونكم أحر التهاني مناسبة شهر رمضان وأحر التسليمات والتبريكات وأحر وخالصة محبتهم لكم ويقولون لكم هذا هذا الكلام ان لا تنسوا اسرانا في سجون الاحتلال من دعائكم اسرانا يا اخوان في سجون الاحتلال بامس الحاجه الى دعائنا فهم يتعرضون لاشد انواع التعذيب لاشد انواع التعذيب من هذا المحتل الغاصب قلة الطعام برد شديد في يعني كما نعلم فالسجون يعني فيها تعذيب ولا يرون اهليهم وهنالك ما يزيد عن خمسة آلاف أو 4500 أسير في سجون الاحتلال من نساء ورجال فنسأل الله أن يفك أسرهم مرة أخرى سهام دعاء المؤمن تصيب بإذن الله فلا تبخلوا بالدعاء ولا تبخلوا بنصرة هذا الشعب وبنصرة قضية المسلمين ولا تبخلوا بنصرة أهل غزة فلسطين والمسجد الأقصى وأهل القدس و اسال الله عز وجل كما جمعنا في هذه الجلسه المباركه الطيبه مع الدكتور عمر. اسال الله عز وجل ان كما جمعني في اندونيسيا والتقيت بكثير من اهالي كما جمعنا في الدنيا ان يجمعنا في الاخره عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله ولي التوفيق وان كان من خطا فمني ومن الشيطان وان كان من توفيق فمن الله فله كل الحمد. ربنا سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب اليك. يا ربنا memberi kita yang akan dan dalam keadaan warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya uh, closing statement dari beliau, beliau menyampaikan bahwa kita berada dalam karunia Allah di bulan Ramadan ini, semoga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga bermohon kepada Allah untuk uh, berusaha uh, diberikan kekuatan untuk mengubah diri kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya kita punya poin-poin ya yang kita ingin usahakan begitu keluar Ramadan kita menjadi berbeda daripada sebelum kita masuk Ramadan. Antara lain kita membaca Al-Qur'an. Dulu masih malas-malasan setelah keluar Ramadan menjadi rajin membantu orang tua, kemudian melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan kemudian saya datang ke sini menyampaikan salam dari uh, teman-teman saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga berasal dari Palestina kemudian uh, ke Mesir dari Mesir kemudian ke Doha dari Doha ke Jakarta, Jakarta ke Solo dan akhirnya sampai ke studio Ibnu Abbas Klaten ini ini untuk menyampaikan uh, selamat Ramadan yang sangat tulus ikhlas untuk seluruh kaum muslimin dari saudara-saudara yang ada di Gaza dan mohon doa untuk Para tawanan yang jumlahnya hampir 4-5 ribu orang di penjara Israel, dan sampai saat ini mereka merasakan kesedihan penderitaan yang luar biasa, berupa rasa dingin yang mencekam, kemudian hukuman-hukuman uh, yang di luar batas kemanusiaan, kemudian mendapatkan penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Doa, sekali lagi, mereka sangat membutuhkan doa kita semuanya, dan doa. Setiap kita sungguh itu akan sampai kepada tujuannya, akan sampai kepada titik sasarannya, ketika kita itu mengucapkan benar-benar ikhlas, benar-benar tulus hati untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mengumpulkan kami di sini, dan juga bersama para pemirsa sekalian.

لدي امتحانات في أيه الامتحانات في الطب دكتوراه أيه ان شاء الله اسال الله التوفيق ونسالهم ان يدعو ان يدعو لي بالتوفيق والسداد وان يفتح الله علي فتوح العارفين وان يجبر خاطري ولا تنسوا الدعاء لوالدي امي وابي فهما عزيزان علي وهما ما كنت على هذا الحال لولاهما وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لن دعاء permintaan doa khusus dari beliau untuk Berkat keduanya lah beliau akhirnya bisa bisa sampai datang ke Indonesia, bisa mencapai uh, pendidikan kedokteran di fakultas kedokteran. Dan uh, tidak lama lagi, sebulan lagi beliau akan ujian ya. Beliau minta doa semoga diberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan. Demikian, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa'ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.